بلا تاخیر اپنے اگلے مہمان کی خدمت میں گزارش کرنے چلا ہوں جو اس بات کا کہ مستاق ہیں کہ گرویدہ کرتے ہیں پھول رنگوں اور رعنائیوں سے گرویدہ کرتے ہیں پھول رنگوں اور رعنائیوں سے ملتے ہیں گوہر ساگر ان کی گہرائیوں سے میری مراد معمار القراء مہتاب القراء فضیلت الشیخ جناب قاری عبدالباسط المنشاوی حفظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل لمن قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. سيقولون الله.
قل فأنى تسحرون قل قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما كان معه من إله اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فتعالى 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 عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فتعالى فتعالى فتعالي عما
قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون دفع بالتي هي أحسن السيئة نحن وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إنها كلمة هو قائلها إنها كلمة هو قائلها ومن وراء إهم
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن ذكري وكن
تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين بسم الله Thank you.
تبارك تبارك الذي بيده الملك بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري من